كذلك يشيع لان كل ما اسدوا الطموح من خدمه لمجلس مدينه الدار البيضاء اثناء هذه الفتره ماشي غير في العيد، اليوم هي مناسبه باش نقول لكم انكم جنود خفاء لمجلس مدينه الدار البيضاء. لولاكم لولا التفاني ديالكم، لولا العمل بكري، لولا الرفيق ديالكم بكري، لولا الدوران ديالكم على مدينة الدار البيضاء كلها مقاطعة بمقاطعة زنقة بزنقة كل نهار يوم السبت يوم الأحد في الأعياد يا في حق التضحية. أولا أنا غنطلب منكم السماحة للزوجات ديالكم لأن أوقاتكم ماشي بحال أوقات ديال الناس كاملين، تقولوا لهم على أن جميع أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء كيعتذروا لكم على الظروف المعيشية الصعبة طبعا اللي كنخليوكم فيها تشتغلوا يعني من الأوقات بعدك لأن الأوقات طبعا هي دائما غير مناسبة. هادشي اللي كتقوموا به حقيقة هو أكثر من رائع، واليوم برهنتوا للملك، برهنتوا للمغرب، برهنتوا للجميع على أنكم جنود مجندين أولا تحت القيادة الشريفة لصاحب الجلالة. أنا نتشكر لكم على الاعتذار. ثانيا ضحيتوا نهار العيد وليتوا أبطال حقيقي ناس الصحة وقت كوفيد كنا كنقولوا عليهم أبطال، وأنا ديما كنت كنقولها ما كانش غير ناس الصحة، كان الناس اللي كانوا في الباب والجاردينات والجاردينات والفام دو ميناج، اليوم أنتم أيضا أبطال، أبطال المغرب. أبطال ماشي غير كنتوما جريتوا باش المدينة تكون نقية، جريتوا باش الساكنة مدينة الدار البيضاء تعيش أجواء عيد جد سليمة بدون مرض بدون نفايات بدون روائح، وهادشي صبرتوا عليه وكافحتوا عليه وبرهنتوا على أنكم قادرين تهزوا التحدي وهزيتوا التحدي، فتحية إجلال وتقدير لكم جميع وعبركم الشركات طبعا عبركم كازا بيئة، واليوم تصفيقات حارة لجميع أعضاء كازا بيئة بالأمن المدير حتى الآخر لكن شركة التنمية المحلية التي نفتخر بها. شكرا جزيلا حقيقة، أي كلمة قلتها راه ما غاديش يمكن لي نعبر على مدى الامتنان ديالنا تجاهكم، فأنتم أعضاء من مجلس مدينة الدار البيضاء ما يمكن ليناش نهار نعيشوا بلا بيكم، راه ولات عندكم واحد القيمة اللي قليل اللي غادي يعرفها ولكن كثير عرفوها اليوم من الوقت. يوم واحد إلا ما جمعناش الأزمة داخل مدينة الدار البيضاء راه غتكون الفوضى، يوم واحد إلا ما كنتوش حاضرين غادي يكون المنظر ماشي جميل داخل مدينة الدار البيضاء ويكونوا أمراض وأمراض وأمراض. فاليوم طبعا لازم أننا نعطيوكم ونقدروكم ونعطيوكم المكانة اللي كتستحقوا، لازم على أننا نقولوا نحن وراءكم طبعا، راه اللي ديما كنقولها ديك اللي تقالت عليكم خافت علينا خصنا نديروها بصح، لأن ماشي بالسهل ماشي بالسهل عليكم، وهنا راني كنعرف شنو كنقول، لأن العديد منكم حامل شواهد، العديد منكم واصل واحد يعني واحد المدى في التمدرس الجد عالي، ومع ذلك كتقوموا بواحد الخدمة اللي قليل يبغي يديرها، وحنا هاد الخدمة اللي كتقوموا بها راكم فوق راسنا يعني كيف ما كنقولوا راكم في جوبا. بعد ما قدمتوا على هاد الشيء كله ما يمكن إلا مجلس المدينة يزيد يعتز بكم ويزيد يتهلا فيكم كيف ما كنقولوا ويزيد يعرف القيمة ديالكم. فطبعا نحن هذا وعد على أننا سوف نشتغل بمعية كازا بيئة وبمعية الشركتين التي تدبران هذا القطاع من فوق لتحسين مازال ظروف يعني هذه الخدمات اللي كتقوم بها، وهذا وعد على أننا إن شاء الله في المراجعة ديال إن شاء الله دفتر التحملات الجديد خاصة تعطاكم القيمة ديالكم اللي كتستحقوا. فمايمكنش الإنسان يضحي بغالي ونفيس اللي هي صحتكم واللي هي وقتكم واللي هي وليداتكم ويجي يعطي كل ما أوتي من قوة من أجل تنظيف مدينة، من أجل رفع رهان أكبر مدينة في المغرب، أكبر نسبة الأزبال أطنان وأطنان يوميا مع بعض مراعاة طبعا
اللي ما كتكونش ان الازبال ما كتكونش في بلاصتها، وكنشوفكم كيفاش كتحناو وكيفاش كتهزوها وكيفاش ناس كبار فيكم ومع ذلك يتفانون في العمل ديالكم. فشكرا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. انا كنقول على ان ايضا ما تفوتنيش الفرصه انني نشكر نائب الرئيس اللي يفوضوا هذا القطاع الذي يشتغل عن كتب يوميا ويتابع جميع شؤون ما تتعلق بالنظافه بمدينه الدار البيضاء. شكرا سي افيلال على كل ما تسجيه من خدمات مجلس مدينه الدار البيضاء. طبعا الشكر موصول ايضا لرؤساء المقاطعات لانهم هم ايضا هم في الميدان، هم كذلك يسهرون ليل نهار معكم على تلبيه حاجيات ساكنه مدينه الدار البيضاء. راه ماشي سهل باش الناس راح تهما رؤساء المقاطعات خرجوا نهار العيد وخرجوا نهار ثاني عيد وداروا المقاطعات ديالهم زنقه زنقه وبقاو متبعين في الهواتف وبقاو متبعين في الميدان كل ما يجي. وهذه هي الامانه اللي بغينا، هذه هي الامانه اللي اليوم حنا ترشحنا عليها ووعدنا الناس بها. وكنظن بكم راحنا غادي الحمد لله في يعني في الطريق الصواب من اجل تلبيه هذه الامانه التي وضعت فوق ركبنا. فالحمد لله انا كنقول لكم عندكم رؤساء مقاطعات جيدين، الناس اللي كيحبوكم والناس اللي باغيين يشتغلوا معكم. الا عندكم شي مشكل ولا عندكم شي حاجه جيو عندهم لان كيتعتبروهم الاباء ديالكم داخل المقاطعات. فهذا خص يكون عندنا واحد صله وصل، صله عائليه بيننا وبينكم. ما يمكنش تكونوا غير في شركه انتم ماشي غير في شركه، بالعكس انتم جنود مجلس مدينه الدار البيضاء، انتم جنود فمزيدا من التألق مزيدا من العمل. إن شاء الله أنا كيف ما وعدتكم سوف يكون لنا لقاءات ولقاءات ولقاءات اليوم بادرة جات من أجل تكريمكم ومن أجل الاحتفال بكم لأنكم جنود حقيقيين. فإن شاء الله هذه البادرة ستكون دائما 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 إن شاء الله، خصو يكونوا ديزيفينمون ديال العمرة ديال الحج. فإن شاء الله هادشي كله سوف نشتغل عليه بجانب ولو نعطيكم ولا نردو لكم غير شويه من هذا العمل اللي كتقوموا فيه، عمل جد صعب و يعني الجزاء كله راه ما غاديش تلقاوه غير عند غاديش تلقاوه هنا، غادي تلقاوه ان شاء الله عند الله ملي غادي تمشيو لانكم ديتوا الامانه بكل اخلاص ونصيب. فمزيدا من يعني من الوفاء والاخلاص لهذا البلد الحميد مزيدا من العمل. طبعا راه كنا عندنا هذه الامانه اللي غادي نديو نتوما معنا فيها نتوما في الصفوف الاماميه. طبعا كنظن على هذه السنه الاولى اللي بدينا فيها، يلاه تقريبا راحنا في الشهر العاشر من الولايه وبداو بوادر الخير كيبانو، بداو يعني لقاءات اللي كيبانو. اليوم طبعا كاين واحد الخدمه ايضا جد جليله اللي كتقوم بها كذا بيئة، وهي ديال محاربة كل ما هي أشياء اللي فيها لي نويزيبل لمدينة الدار البيضاء أون أوكيرونس لي 3D اللي شخصيا كنت سهرت عليهم في الولاية السابقة كنائبة الرئيس. أيضا تحية بقدر تقدير وتجليل لأن داكشي اللي دار وداكشي اللي بداو والمكافحة اللي داروا هذه سنوات ثلاث سنوات ديال الحمد لله اليوم كنشوفوا خدموا في كوفيد بعداك لهنا. اليوم ايضا لازم نشكر الانفراج لان الامانه القضيه واحد ما كان كيقدر يخرج الزنقه، هاد الناس خرجوا ودخلوا للسبيطارات ودخلوا للزوتيل، وانا حنا دا كنت المديره الجهويه وكنت كنسهر على هاد العمليه وفين ما كنت كنتصل بهم كيجيو يعقمهم كيجيو يعني حتى هما ضحاوا بالغالي من النفيس. فما يمكنش هادشي يدوز هذا التضحيات، ولكن ثقوا بنا راه الناس مسؤولين عارفين على انكم كضحيه، عارفين على ان عايشين معكم يوميا، ما حناش سادين علينا البرويات وما كنعرفوش اش كيطرى، بالعكس كنشوفكم في الميدان كنطالبوا باشياء التي تحقق على ارض الواقع، وهذا يعني ما هو الا مفخرة لمجلس مدينه الدار البيضاء. باش تكون عنده لي 3D، باش تكون عنده لا جيستيون دي 3D، باش تكون عنده كفاءات عاليه التي تدبر قطاع النظافه بمدينه الدار البيضاء ماشي سهل. ايضا ما تفوتنيش المناسبه انني نشكر الناس ديال المطرح
لان حتى هما كيخدموا بواحد الخدمات جد جميله. اليوم طرح مدينه الدار البيضاء طبعا بالطريقه التي نشتغل بها هي طريقه جد علميه، والحمد لله خدنا كنا نودي فعل اننا سدينا المطرح القديم وحلينا المطرح الجديد، وحنا غاديين الحمد لله في المصنع ديال 600 نفايات ان شاء الله ضروري يشوف الوجود وانتم معنا ان شاء الله. وهذا حتى هو حدث اللي غادي يكون عنده واحد الميزه واحد القيمه مضافه لمدينه الدار البيضاء. اذا باش ما نطولش عليكم، هذه اجواء احتفال جد سعيده بالتواجد ديالي معكم. يلا سيدي الشيبه، ولكن اصريت باش نجي لان غنعتبركم هنيئا لمجلس مدينه الدار البيضاء بكم. شكرا 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 جزيلا.